كان مثل الإسلام أيام عمر مثل امرئ مقبل لم يزل في إقبال، فلما قتل عمر أدبر فلم يزل في إدبار. لن يطول الظلام الظليل، لا لن يضام، نحن جيل هما جيل، نحن فينا عمر. صبح بدا نور ظهر، نجم وشمس وقمر، ألقى على الدنيا الدرر، هذا عمر هذا عمر. كل البرايا تنتظر أيامه البيض الغرر، كي تستفيد من العبر، هذا عمر هذا عمر. قف يا زمن، قف يا زمن، قف يا زمن، اسمع يا دهر، سجل يا تاريخ، هذا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر يوم جنى أحلامه، يوم بكى أيامه، وانهار من هول الخبر، هذا عمر هذا عمر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. أما بعد، يبتلى الناس بأنواع المصائب، إما بنقص في الأموال أو الأنفس أو الثمرات، بمصائب عامة أو خاصة، وتلكم المصائب موافقة لحكمة الله تعالى، موافقة لقدر الله تعالى، موافقة لسنة الله تعالى التي أمضاها في خليقته منذ خلق السماوات والأرض، ومنذ دب آدم على وجه الأرض. وتارة يكون ابتلاء لفرد، وتارة لأمة، كما حصل في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، حين ابتلي الناس في وقته بعام المجاعة المشهور الذي سمي بعام الرمادة. كان الناس لا يجدون ما يأكلون، فكيف تعامل أمير المؤمنين عمر مع عام الرمادة؟ وقف عمر بن الخطاب خطيبا في عام الرمادة، فقرقر بطنه فقال: يا بطن قرقر أو لا تقرقر، والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. عام الرمادة هو عام الجوع والقحط والمجاعة، كان في العام 18 من الهجرة النبوية في خلافة عمر الفاروق، حيث مر قحط على المسلمين، وقد أجدبت الناس في هذه السنة بأرض الحجاز، وجفلت الأحياء إلى المدينة، ولم يبق عند أحد منهم زاد حتى رأوا الدخان يفوح من الأرض، وحتى أكلوا الميتة ولم يبق هناك نبتة خضراء، أكلوا أوراق الشجر، وهلك كثير من الناس. وسمي عام الرمادة لأن الأرض اسودت من قلة المطر حتى عاد لونها شبيها بالرماد. فلجأ الناس إلى أمير المؤمنين، فأنفق عليهم عمر من حواصل بيت المال مما فيه من الأطعمة والأموال حتى أنفذه. وتخيلوا، تخيلوا ما الإجراء الشديد الذي اتخذه عمر من جهة نفسه، ما هذا القرار الذي اتخذه عمر في حق نفسه؟ لقد ألزم عمر الفاروق نفسه ألا يأكل سمنا ولا سمينا حتى يكشف ما بالناس. الله أكبر، أصلا عمر في زمن خلافته ما كان يأكل إلا الخبز باللبن والسمن، وإذ به في عام الرمادة وبعد هذا القرار أخذ يأكل الخبز بالزيت والخل، وكان عمر يستمرئ الزيت وكان لا يشبع، فاسود لون عمر رضي الله عنه وتغير جسمه حتى كاد يخشى عليه من الضعف. وبقي عمر مهموما، هما يتأوه منه ليلا ونهارا. نزل الأعراب حوله في العاصمة الإسلامية المدينة المنورة بخيامهم، كان عمر
يبكي على المنبر عام الرمادة وينظر إلى الأطفال وهم يتضورون جوعا أمامه، وود عمر أن جسمه خبزا يقدمه طعاما للأطفال. يقف عمر رضي الله عنه على المنبر يوم الجمعة جائعا لأنه لم يجد إفطارا يفطر وفي استطاعته أن يأكل، فيقول عمر: والله إني أعلمكم بأجود البر وبنسير العسل وبلحم الماعز، لكني أخشى أن أعرض على الله يوم القيامة فيقال لي: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ثم يضع عمر يده على وجهه فيبكي، يبكي ويقول: يا رب يا رب لا تعذب أمة محمد بسبب ذنوبي، لا تعذب أمة محمد بسبب ذنوبي. عمر يتكلم عن ذنوبه وهو الزاهد المجاهد قائم الليل تالي القرآن، يجعل الذنب ذنبه، فماذا نقول نحن؟ إنه يرى أنه هو المسؤول الأول عن الأكباد الحرة والبطون الجائعة رضي الله عنه وأرضاه. يوم عظيم من أيام عمر عام الرمادة. عن يحيى بن سعد قال: اشترت زوجة عمر لعمر شيئا من سمن، فقال عمر: ما هذا سمن؟ قالت: هو من مالي ليس من نفقتك. فقال عمر رضي الله عنه: ما أنا بذائقه حتى يشبع الناس، يجوع حتى يشبع الناس. وضرب لنفسه خيمة مع المسلمين حتى يباشر بنفسه توزيع الطعام على الناس. وكان رضي الله عنه يبكي ويقول: الله يا عمر، الله يا عمر، كم قتلت من نفس. عن طاووس عن أبيه قال: أجدب الناس على عهد عمر فما أكل سمنا ولا دسما حتى أكل الناس. قال أسلم: كنا نقول لو لم يرفع الله سبحانه وتعالى الضائقة عام الرمادة لظننا أن عمر يموت هما بأمر المسلمين. وقف عمر على المنبر يوم الجمعة يخطب الناس وبردته مرقعة، والله لو أنه أراد أن يبني بيته بالذهب لاستطاع، ولو أراد أن يمشي من بيته إلى المسجد على الحرير لاستطاع. جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. لكنه يقف على المنبر أثناء الخطبة فيقرقر بطنه من الجوع، يقرقر لأنه لا يأكل، يقرقر لأنه تضامن مع شعبه، يقرقر لأنه تعاطف مع أمته. فيقول عمر مخاطبا بطنه: يا بطن قرقر أو لا تقرقر، والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. سار عمر بالناس سيرة ما سمع الناس بمثلها. كان عمر يأخذ الدنيا في يوم ويسلمها للفقراء في يوم، تأتيه القوافل محملة بالغنائم وتدخل المدينة وخليفة المسلمين يصلي بالناس في بردته وبها 14 رقعة تختلف بعضها عن بعض. عمر الذي قلب إمبراطورية هرقل وكسرى وجعل عاليها سافلها لا يجد خبز الشعير يأكله. يقبل الليل وتهدأ العيون وينام الناس، فيمضي عمر ويقوم يأخذ درته ويجوب بها سكك المدينة، علّه يجد ضعيفا يساعده أو فقيرا يطعمه أو مجرما يؤدبه. هو لا يأكل السمن واللبن، لكنه يوزع ما يأتيه على الفقراء، ويطوف والصحفة على رأسه تصنع الثريد امرأته أم كلثوم بنت علي، ويطوف بالناس على الناس وهو يوزع على الفقراء ويقول: أواه يا عمر، أواه يا عمر، كم قتلت من أطفال المسلمين. كان عمر يقوم ليصلي من الليل فيذكر ما حل بالمسلمين فلا يدري ما يصلي،
يقول إني لأفتتح السورة فما أدري أنا في أولها أم في آخرها، هم لما أعلم مما يلاقي المسلمون من الشدة. ويروي ابن كثير في تاريخه أن عمر عس ذات ليلة في ذلك العام وقد بلغ بالناس الجهد كل مبلغ، فلم يسمع أحدا يضحك، ولم يسمع متحدثا في منزله كالعادة، ولم ير سائلا يسأل. فتعجم عمر وسأل عن سبب ذلك، فقيل يا أمير المؤمنين قد سألوا فلم يجدوا، فقطعوا السؤال والناس في هم وضيق، فهم لا يتحدثون ولا يضحكون ولا يمزحون. فيا لله ماذا يفعل عمر؟ قد نفد كل ما في بيت المال. فكتب عمر إلى أهل الأمصار أن يا غوثاه لأمة محمد، يا غوثاه لأمة محمد، فبعثوا إليه بقوافل تحمل البر وسائر الأطعمة. ثم دعا عمر الناس إلى صلاة الاستسقاء، فخرج بالناس إلى المصلى، فكان أكثر دعاء عمر الاستغفار، يستغفر الله. ثم خطب بالناس خطبة وأوجز، فقال اتقوا الله في أنفسكم، وما غاب عن الناس من أمركم فقد ابتليت بكم وابتليتم بي، فما أدري السخط علي دونكم أو عليكم دوني، أو قد عمتكم وعمتني، فهلموا فلندعو الله أن يصلح قلوبنا وأن يرحمنا وأن يرفع عنا البلاء. ثم صلى بهم، ثم جثى عمر على ركبتيه وقال اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا. فرؤي عمر يومها رافعا يديه يدعو الله ويبكي، والناس وراءه يدعون ويبكون. ثم انصرف عمر وانصرف الناس، فما بلغوا المنازل راجعين حتى نزل المطر ونزلت الرحمة وخاضوا الغدران. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. أيها الأحبة، هذه مؤهلات الفرج، وهذه مؤهلات الغوث، الجباه الساجدة والعيون الدامعة والأكف المتوضئة والأصوات المنادية يا رب يا رب، ومطعمها حلال ومشربها حلال وتغذيتها حلال. فأنى يرد من هذا حاله؟ يقول أسلم فلو لم يرفع الله المحل عام الرمادة لظننا أن عمر يموت هما بأمر المسلمين. وهكذا وضع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاعدة عامة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، يقول إذا شبع الحاكم جاعت الرعية، وإذا جاع الحاكم شبعت الرعية. وهذه القاعدة الإيمانية طبقها الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على نفسه في عام الرمادة، فحرم على نفسه أكل اللحم والدسم حتى حل مشكلة المجاعة خلال أشهر معدودات. قال الشافعي جاء أعرابي لعمر بعدما ذهب عام الرمادة وقال لعمر لقد انجلت عنك يا عمر وإنك لابن حرة. رحم الله عمر ورضي الله عن ذلك الأنموذج، قد عرف مسؤوليته اتجاه رعيته وراقب الله في من كان في ولايته، فأحبهم وأحبوه ورضي عنهم ورضوا عنه، عف فعفوا وصدق فصدقوا ولو رتع لرتعوا. نستودعكم الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر.
عمر هذا عمر يوم جنى أحلامه يوم بكى أيامه وانهار من هول الخبر هذا عمر.